يقول ليش الله سبحانه أو ما الحكمة أن الله يتكلم عن نفسه يقول نحن هكذا؟ أي نعم. أنا قلت ذاك توني قلت هذا الأمر شرحناه من قبل صح ولا لا؟ مع أن أنا واحد قلت شرحناه ما اعترضت ليش؟ هم قلت أنا بالجمع شرحناه. فهذه كلمة يستخدمها العرب أنه يتكلم عن نفسه بصيغة العظمة، أمرنا قلنا، المدرس يقول لك شرحنا هذا الشيء وكذا، طيب قلنا لكم كذا، هذه في لغة العرب معروفة جدا وهي للتعظيم، إنسان يعظم من شأنه فيقول هذا الكلام على سبيل التعظيم، وهذا من هذا يقول الله تبارك وإنا نحن نزلنا الذكرى وإنا الحافظون وغير ذلك من الآيات، طيب ونحن الوارثون وغير ذلك، فهذا من باب التعظيم، هذا من باب التعظيم يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع. نعم.